تحت رعاية معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، وبحضور سعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال، وسعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة، قامت وزارة الأشغال بتسليم مركز بنك البحرين الوطني للتصلب المتعدد للمستشفيات الحكومية بعد استكمال تنفيذه. وبهذه المناسبة أشاد رئيس المجلس الأعلى للصحة بجهود الجهات المختصة على ما قدمته من متابعة إنشاء وتنفيذ هذا المشروع وغيرها من مشاريع البنية الأساسية للقطاع الصحي في مملكة البحرين، لافتا معاليه إلى أن إنشاء هذا المركز يعد من أحد أهم المنجزات التنموية المواجهة لخدمة فئة خاصة من المرضى من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية وتوفير خدمات علاجية شاملة ومتطورة. هذا ويعد مركز بنك البحرين الوطني للتصلب المتعدد هو أول مركز متخصص ومستقل بذاته من حيث المبنى والتجهيزات لعلاج هذه الفئة من مرضى التصلب اللويحي، ويشمل المركز الخدمات التي يحتاجها المرضى كالخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية والوقائية، وسيتم تزويده بفريق يضم كوادر مهنية مؤهلة من مختلف التخصصات الطبية والصحية. الحقيقة اليوم أنا سعيد باستلام مبنى التصلب اللويحي اللي تبرع ببنك البحر الوطني اللي أقامت طبعا وزارة الأشغال. هو الحقيقة المبنى مكتمل ومن ناحية يعني البنيان من أحسن ما يكون، الألوان، التوزيع، باقي عليه إن شاء الله التجهيز والتشغيل، وإن شاء الله التجهيز والتشغيل هذه الخطوة الثانية بإذن الله إن شاء الله وزارة الصحة والمستشفى السلمانية عشان يشغل الموضوع في هذا حق الناس اللي هم مصابين بالتصلب اللويحي وكل الأمراض اللي لها علاقة بالجهاز العصبي في المحرك، وهذا بيكون حقيقة شيء يعني متكامل في علاج وتشخيص وتأهيل. إن شاء الله هذا يكون يعني نشوفه يشتغل ويخدم البحرين. يضم هذا المركز مجموعة من الخدمات من عيادات خارجية وتشخيص عيادات تشخيص وأيضا الخدمات المساندة لهذا المركز. يأتي أيضا هذا المركز بشراكة مع القطاع الخاص بتمويل كريم من بنك البحرين الوطني لتعزيز المجالات الصحية والتنموية في البلاد. في إطار تطبيق الاستراتيجية الصحية وخطة الأمراض غير السارية ومكافحتها والوقاية من مضاعفاتها، يأتي تطوير البنى التحتية لزيادة القدرة التشخيصية والعلاجية بالإضافة إلى الخدمات التلطيفية والوقائية للأمراض بصفة عامة. جاء بناء هذا المركز المتخصص لخدمة إحدى هذه الفئات وضمان التشخيص المبكر وتقديم الخدمات العلاجية والتلطيفية لها. طبعا هذا المركز الوحيد في مملكة البحرين راح إن شاء الله يقدم خدمات جديدة لمرضى التصلب اللويحي، وهذا يعني العمل المعتمد عالميا أن مرضى التصلب اللويحي تكون لهم مراكز معتمدة فيها جميع التخصصات من سواء كانت عيون أو أشعة أو غيرها اللي تقدم أفضل الخدمات للمرضى وللمواطنين في مملكة البحرين. الشيء المهم اللي يعني في المركز أنه طبعا وجود الرنين المغناطيسي، طبعا هاي راح جدا يسهل على المرضى وراح يقلل حتى مواعيد المرضى لعمل الفحوصات اللازمة والمتابعة.